السلام عليكم، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي. بالنسبه للسلطه ديال اليوم غادي نحتاجوا الرز مسلوق، وغادي نحتفظوا بالماء ديالو اللي غادي نستعملوا الماء ديالو كماسك للوجه والشعر. بالنسبه للوجه نخليوه تقريبا هذيك ربع ساعه ونغسلوه، وبالنسبه للشعر يدار ما بين ساعه حتى 4 سوايع، كيعطي ترطيب رائع يعني بحال كيراتين طبيعي، والنتيجه كتكون يعني زوينه. ومن الاحسن ان الواحد يعني يستعملوه بزاف المرات في الاسبوع باش هكا كيتم الترطيب ديال الشعر وكتكون النتيجه زوينه. بالنسبه للسلطه غادي نحتاجوا البصله، خيزوه محكوكه، فلفل اسود، الملح، الكمون، الثومه، الحامض، شويه ديال زيت العود. وبالنسبه للحامض من الاحسن تحيدوا الجلفه ديالو باش ما تعطيكمش بنه الحروره، اولا ديروا الحامض مصير. غادي نحتاجوا الكالامار، اي نوع ديال الكالامار متوفر عندكم. انا هنايا زدت شويه ديال الزعتر، ولا مثلا اللي عنده زعيطره يدير زعيطره. ملي كتبان البصله كيدخل الطياب كنزيدوا الكالامار ديالنا وكنزيدوا الماء فين يطيب لينا الكالامار. انا هنا زدت راس ديال معلقه ديال الفلفل الاحمر وخليته حتى كيوكح تماما من الماء. هنا غادي نضيفو، حيدت الحامض، وغادي نضيفو الرز ونخلطو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعمونا باللايك.